السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي. وأخيرا وصلت ميزة الأجهزة المتعددة لتطبيق الواتساب على أجهزة الآيفون، وبكل تأكيد بإذن الله يمكن نشوفها في الأيام القادمة على أجهزة الأندرويد. إيش يعني ميزة الأجهزة المتعددة؟ زمان يا أخوان لو أنت حابب تستخدم الواتساب كويب على أي جهاز آخر كان يلزم أنه الجهاز اللي عليه الواتساب الرئيسي أو الأساسي معك لازم يكون متصل بالإنترنت ويكون قريب من الجهاز اللي بتستخدمه مثلا على الكمبيوتر، انه يكون يعني قريب منه. ولكن فائدة الاجهزة المتعددة على تطبيق الواتساب انك تقدر تستخدم مثلا الواتساب على جهاز الايباد زي ما انت ملاحظ قدامك اللي حتشوفها ان شاء الله في الفيديو الان دون الحاجة الى الجهاز الرئيسي. يعني انا بفعل الواتساب الان من جوال الايفون على الايباد، كذلك على الايفون الاخر او حتى جهاز الاندرويد او الكمبيوتر الى 4 اجهزة دون الحاجة لوجود الواتساب الرئيسي او الجهاز الرئيسي اللي عليه الرقم الواتساب حقي الخاص فيه. ان شاء الله تكون وصلت المعلومه. فخلينا نشوف الان كيفيه تفعيلها على الايباد او حتى على ايفون اخر من الايفون الرئيسي. خلينا نبدا الفيديو مع بعض. طيب يا اخوان، رقم الاصدار الخاص بالواتساب اللي عندي على الجهاز كان اخر تحديث امس من الاب ستور 2.21.180. هذا هو رقم الاصدار اللي انا شغال عليه الان. فلو فتحت الواتساب واتجهت الى الاعدادات ودخلنا خيار الاجهزة المرتبطة، كان في السابق تقدر تربط على اجهزة جدا كثير، ولكن يتوجب عليك انه يكون نفس الجهاز اللي عليه الواتساب شغال وموجود بجانب نفس الجهاز. الآن تقدر تربط على 4 أجهزة مثل ما هو مكتوب عندك هنا دون الحاجة لوجود الجهاز الأساسي اللي عليه الواتساب، وهذه ميزة جدا مفيدة أكثر شيء لأصحاب الشركات. فنحصل هنا خيار عندنا مكتوب عليه إصدار تجريبي للأجهزة المتعددة، وهنا غير مشترك، وبالأسفل مكتوب استخدم ما يصل إلى 4 أجهزة دون الحاجة إلى أن يبقى هاتفك متصلا بالإنترنت، يقصد الجهاز اللي عليه الواتساب الأساسي. فلو دخلنا مثلا عليها وبعدها دخلنا إلى الانضمام إلى الإصدار التجريبي، فقط تضغط عليها وتنتظر. الآن خلاص أنت جاهز، وكاتب لي هنا لقد انضممت إلى الإصدار التجريبي. الآن أرجع إلى السابق، والآن أختار اللي هو ربط جهاز. فالآن بيفتح لي الكاميرا عندي على الجوال، وأقدر الآن أربطه على أي جهاز آخر، على سبيل المثال جهاز الكمبيوتر سواء كان ويندوز أو ماك أو حتى جهاز الايباد. كل عليك تسوي انك تدخل على الرابط التالي في جهاز الايباد اللي هو web.whatsapp.com، وفقط توجهه على الباركود اللي موجود في هذه الصفحة، ومباشرة بيتم التعرف عليه على جهاز الايباد. والان يا اخوان زي ما انت ملاحظ قدامك خلاص تم تفعيل الواتساب على الايباد. الان حتى لو حطيت مثلا وضع الطيران خلاص فصلته من الانترنت، اقدر استخدم الواتساب عادي جدا بدون اي مشاكل. فكان في السابق لازم الجهاز نفسه يكون محطوط او مرتبط بالانترنت. طيب يا اخوان، على نفس جهاز الايباد تقدر تحول هذه الصفحة مثلا الى كأنها ايقونة تطبيق، عشان مو كل مرة تدخل الصفحة، فقط تقول له اضافة الى سطح المكتب. والان نقول له اضافة، والان اصبح عندنا الواتساب على الايباد دون الحاجة الى الجوال. اقدر افتحه في اي وقت واستخدم الواتساب بصورة طبيعية دون الحاجة إلى الجهاز الأساسي. أيضا يا أخوان نفس الشيء على جهاز الآيفون الآخر، باستطاعتي الدخول على web.whatsapp.com، وهنا بختار بالجوال اللي عليه الواتساب الرئيسي وأقول له ربط جهاز، وبمسح الباركود أيضا بهذا الشكل، وأيضا بيتم التعرف عليه ويصير أقدر أستخدم أيضا الواتساب على الجهاز الآخر. الآن مباشرة لاحظ معايا أعطاني أنه في جهازين مرتبطة، أقدر أحذف أي واحد منهم عن طريق تسجيل الخروج. الآن نفس الشيء على جهاز الآيفون، أقدر أضغط السهم اللي هنا وبعدها أقول له إضافة إلى الصفحة الرئيسية وبعدها إضافة، والآن أصبح عندي تطبيق الواتساب كويب أو كتطبيق، وأيضا أقدر أفصل الإنترنت عن الجهاز الأول وأستخدمه بالجهاز الثاني بدون أي مشكلة. طيب يا أخوان زي ما شفنا مع بعض الحركة أكثر شيء هي مفيدة للي عندهم أجهزة كثير، وأيضا لأصحاب الشركات لو حابب مثلا يفعل الواتساب على أجهزة كمبيوتر، مثلا 3 أجهزة كمبيوتر من جوال واحد وعنده 3 موظفين إنهم يردوا مثلا على أكثر من واحد، وهو مثلا حابب يطلع من المكان اللي هو موجود فيه والواتساب الرئيسي موجود على جواله، فكان في السابق لازم كان يسيب لهم الجوال أو يترك لهم الجوال عشان يقدروا كلهم يكونوا شغالين على الواتساب وإلى آخره، أو يكون كل واحد في بيته منهم مو شرط يكون في مكتب وبس تقريبا. فإن شاء الله أكون أفدتك بمعلومة بسيطة، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.